ده ريسبشن في 2 أنطري، وسفرة، في هنا شباك على الشارع، الشقة دي انا عرضها للبيع، ممكن بفرشها، اللي عايز ياخدها بفرشها مفيش مشكلة. بدخل هنا على أوضة معيشة، طبعا انا حاطه في كل غرفه اكتر من وصل الكهرباء، يعني زي ما انتوا شايفين كده كل اوضه تقريبا فيها 5 لمبات. هنا البلكونه، في بلكونه على الشارع، ده وسع الشارع، هنا أوضة أطفال، أنا مش عايزة طبعا أكتر في الفيديو، دي أوضة أطفال. بدخل هنا على المطبخ، المطبخ هنا خشب زين، هنا حمام، انا داخله على غرفه النوم، دي غرفه نوم 5 في 5، الشقه دي معروضه بفرشها، واللي عايزها برضو من غير فرشها مفيش مشكله، فرش كله جديد. نحمام برضو في الأوضة، كده اكون خلصت كل الشقة، واللي عايز يجي يشوفها ما فيش مشكلة.